أهلا بكم في هذه المحاضرة اللي من خلالها راح نشرح دبلومة برمجة المواقع الإلكترونية الاحترافية. طبعا فيما بعد راح نبدي نشرح تسلسل وخطوات تعلم البرمجة بشكل احترافي جدا لإنشاء موقع إلكتروني متكامل. طبعا راح نتعلم كيفية تنصيب بوتستراب اللي هو الفريم الأهم والأقوى عالميا في عمل موقع متجاوب ريسبونسيف يعمل على الموبايل أيضا، وراح نتعلم كيفية تنصيب هذا البرنامج وتفعيله على الموقع وصنع من عنده موقع متناسق مع الموبايل. ايضا راح نخوض بتفاصيل البوتستراب وراح نتعلم كيفية عمل سلايدر، وطبعا هذا السلايدر راح يكون متناسق وريسبونسيف ممكن ان يعمل مع الموبايل والحاسبة، وراح ننصب هذا السلايدر بالموقع حتى نصنع لوحة اعلانية جميلة متناسقة بالموقع. ايضا راح نتعلم كيفية برمجة لوحة الاخبار بنظام البوتستراب وبطريقة احترافية جدا، وكذلك راح نتعلم كيفية برمجة نظام الاحصاءات مثل ما تشاهدون امامكم، وايضا راح نتعلم كيفية عمل فورم الاتصال وربطه بقاعدة البيانات ان شاء الله. ايضا راح نفهم طريقة عمل قواعد البيانات MySQL وكيفية ربط قواعد البيانات بالموقع مع كواليس ادارة البيانات من ناحية الحفظ والتعديل والحذف. طبعا راح نبدأ بتصميم لوحة التحكم، والبداية راح تكون هي من فورم تسجيل الدخول، وطبعا راح نصنع رسائل خطأ في حال ان لم يتم تسجيل الدخول، وايضا راح نصنع رسالة خاصة ان تم تسجيل الدخول وتوجيه الموقع. ايضا راح ننشئ يوزر خاص بادارة قاعدة البيانات، وطبعا راح نعطيه كافة الصلاحيات الخاصة بادارة قواعد البيانات داخل السكريبت الخاص ب PHP MySQL. طبعا بعد انشائنا لليوزر الخاص بادارة قاعدة البيانات راح ننشئ قاعدة بيانات خاصة بالموقع، ومن ثم راح ننشئ الجداول الخاصة بالقاعدة كجداول الاخبار والمقالات و عرض الإحصاءات وكذلك صندوق الوارد. ثم بعد ذلك راح نبحر بتصميم الصفحات الخاصة بلوحة التحكم، وطبعا أكيد راح نصمم لوحة خاصة بإضافة الأخبار بشكل احترافي جدا، وطبعا هذه اللوحة راح تكون مصممة بنظام البوتستراب قابلة للعرض على الموبايل، وأيضا راح نضيف مجموعة أخبار للتجربة مع إضافة صورة لكل خبر، وراح نتأكد من أنه تم رفع البيانات بنجاح إلى القاعدة من الفورم إلى القاعدة. أيضا راح ننشئ صفحة خاصة بإدارة الأخبار المضافة سابقا، وأيضا بإمكاننا إضافة خبر جديد وتعديل وحذف الأخبار المضافة سابقا. أيضا راح نضيف قائمة بالأعلى خاصة بإدارة صفحات لوحة التحكم، طبعا راح تكون هذه القائمة بنظام البوتستراب مع تعريب هذه القائمة بحيث تتلائم مع الموقع العربي اللي تم إنشائه سابقا. كذلك راح يتم ربط قواعد البيانات ولوحة التحكم مع الموقع الرئيسي، بحيث عندما نضيف خبر من لوحة التحكم راح يذهب الخبر إلى قاعدة البيانات ومن ثم يذهب إلى الموقع. أيضا راح نعمل نظام متكامل لتعديل المقالات والأخبار، وطبعا إضافة الصور الجديدة بقاعدة البيانات وكيفية ظهور الأخبار المعدلة على الموقع. أيضا راح نعمل نظام خاص بالإحصاءات، وطبعا هذا النظام متخصص ودايناميك في عرض الإحصاءات بالموقع. طبعا هذه الإحصاءات تشمل عدد المقالات وعدد الزائرين وعدد الشهادات والأخبار وهكذا. بالإضافة إلى ذلك راح نعمل صندوق بريد خاص بالرسائل الموجهة إلى الموقع من قبل الزائرين وكيفية إدارة هذه الرسائل. أيضا راح ننشئ صفحة مفردة لكل خبر وكذلك صفحة مفردة لكل مقال، بحيث هذه الصفحات تعرض الأخبار والمقالات بصورة منفصلة مع صور الأخبار والمقالات. طبعا بعد ما نكمل لوحة التحكم وإكمال الموقع بشكل كامل راح نتعلم كيفية حجز دومين نطاق من أقوى الشركات اللي هي شركة جودادي. طبعا راح نتعلم طريقة حجز الدومين وأيهما أفضل .com أم .net أم .org،
وراح نختار أنسب وأفضل دومين للموقع. أيضا راح نتعلم كيفية حجز استضافة خاصة بالموقع وطريقة ربط الاستضافة مع الدومين، وبالتالي طبعا راح نقدر نرفع الموقع مع لوحة التحكم إلى هذه الاستضافة المربوطة مع الدومين اللي تم حجزه مسبقا. وأخيرا بهذه الخطوة نكمل جميع إجراءات برمجة الموقع ورفعه على الإنترنت، ومبروك موقعك جاهز الآن. طبعا كل هذه الفقرات مشروحة بدبلومة برمجة المواقع الإلكترونية الاحترافية، والتي تحتوي على أكثر من 50 محاضرة تشرح كل هذه التفاصيل بأمور دقيقة جدا. طبعا لمن يرغب بتطوير مهاراته في البرمجة يشترك في هذه الدبلومة، وهنالك عرض مميز، وطبعا دعما منا للشباب هنالك خصم كبير جدا جدا. بإمكانكم أن تحصلوا على هذا الخصم من خلال مراسلتنا على رقم الواتساب اللي ظاهر أمامكم.